السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة. الفيديو ديال اليوم متنوع، نتمنى تشوفوه من الاول حتى الاخر. نشارك معكم التقدية ديالي لهذا الاسبوع وكذلك الوجبات اللي حضرتها، خفيفة وبسيطة ومفيدة في نفس الوقت. نتمنى تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. واللي اول مرة كيزور القناة ديالنا، هذه قناة مشتركة بين سعيدة ولطيفة، كنديروا فيها فيديوهات متنوعة ومعلومات مفيدة كذلك. نتمنى زورونا وتشاركوا في القناة فضلا وليس أمرا. هاد التقدية حطيتها كاملة، كما كنقول لكم دائما انا كنتقدى للأسبوع وعلى حسب الجدول ديال الأكل اللي غادي ندير للسيمانة ديالي، على حسب المتطلبات اللي عندي. ما كنشريش، كنشري غير اللي خاصني. دونك نبدا لكم بالخضر والفواكه. هاد السيمانه خديت البطاطا، خديت لي طوماط سيريز، خديت لي طوماط عاديين، عجبوني هادو. نورمالمون كنشري د العرشه، ولكن اليوم عجبتني هاد الطوماطيش، فيها اللحم مزيانه ما مخشداش. خديت لي كيوي، خديت لينغاس، بيبينو، الفلفله حمراء والفلفله خضراء والبصله حمراء. هادشي اللي خديت في الفواكه والخضر، لان مازال عندي في الثلاجه عندي الفواكه ومازال عندي الخضر. دونك هاد السيمانه البنيته ديالي طلبات ليا تيراميسو، دونك خديت له هاد البسكوت فونسيتوس وخديت له هاد الفرماج ديال الدهن، كنخلطو مع الماسكاربون. شريت هاد اللبن، انا مضروبه عليه البليه، كيتباع غير في الكامبو، ما كنلقاه لا في كارفور ولا ميركادونا ولا في ليدل، كيتباع غير في الكامبو، كنشريه من تما. دائما فاش كنتسخر كندي واحد. خديت لبنتي هاد دانون ديال الشرب، هاد المره سافور ديال الحامض، هادي ناتالي خيره ماشي مجهده، والعصير فروتوس الرخوص مع الستيفيا ما فيهش السكر. خديت لها دانون ديال الحامض، هذا فرماج للدهن بالاعشاب ديال مع الطوست، وهذا كورادو. هذا زوين، هذا الكريمه كيسو كورادو رائع في المذاق، مضروبين عليه حتى حنايا. لي يوغور بيو، هادو مفضلين ديال بنتي مع لي سيريال، دائما كنشريهم لها. وانا وليت ليا بهذا لي يوغور ديال لا بروتين، هذه المره خديت السافور ديال الفرومبواز وديال الفخيز. هذا هو العصير اللي كنشري لها دابا في هذا الوقت، لانه ناقص السكر، كاملين العصائر الاخرى عامره السكر. دونك كنشري لها هذا، هذا النوع وهذا النوع، جوج ديال الانواع ديال لي ميلونج ديال لي فخو. الناطه ديال استوريانا دائما، لان الميركادونا ما كتعجبنيش المكونات ديالها، ماشي صافيين، هادو مكونات طبيعيه ديال المونطار وديال الكوزينه. خديت هاد لي دو كونفيتور هيرو، ما فيهمش السكر، رائعين. ها 5.4 دي السكر و 14 ديال الكربو، ومنهم 9.4 ديال البولي الكول. خصك تحيدي البولي الكول، يعني كتبقى نسبه قليله ديال السكر في الكونفيتور، مزيانه مع الطوست، مع الوافلز، مع لي كريب، مع اي حاجه في الفطور او في الميريندا. خديت هادو ديال البرقوق وديال الفريز، خديت لها هاد لي سيريال هاد السيمانه. خديت واحد الكويبسه ديال الحمص، حليب ديال الكوك ديالي دائما كنوريه لكم بدون سكر، سباراغوس لا سالاد، جزر محكوك لا سالاد، وكيعجبوني هاد لي كوراسون سيتوس ديال الكوك، رائعين صحيين بزاف، كيجيو مخللين مزيانين. الحاجه المخلله راه مزيانه للمعده والمصارم. كيري الواحد اللي كتاكل بنتي في لي بورسيون ديال الفرماج كندير لها. دونك هذا الاسبوع هاللي احتاجيت المحتاجه ديال الخضر، هذا دائما كيكون عندي فلفله، فلفله خضراء حمراء وبصله كتكون مقطعه، كنعاون بها الخضر فاش كنقطعها. خديت اللوبيا طويله، ماشي العريضه، هذه الرقيقه طويله، وخديت الشيفلو، وخديت هذا الميلونج ديال لي مورانغ والفريز والبلوبيري ديال العصير. خديت السومون، السالمون، خديت السالمون، وخديت هاد الجامباس هادو مقليين، وخديت هاد الميدايونيس ديال الميرلوسه، غندير بهم
الاكله مع الغامبا والبطاطا غادي نديرو نوجدو بها واحد الاكله البنيته مفضله عندها كندير فيها الناطا كتجي رائعه غادي نشاركها معكم. شريت الحمص بالصابور ديال تشيلي بالحار كيعجبني ديال ليد الطبيعي 100% كيعجبني. والطرطيه المفضله عندنا بدون بيض دائما كنشريوها في عيد صغيره. شريت الشوفان هذا وتبيت البيض كامبيرو 6 لان مازال عندي البيض. خديت اللوز مازال عندي الفواكه الجافه هذا بغيت نطحنو ندير ديال الخبز ديالي. وهذه المره شريت هاد 3 ديال الايمنتال كيجي مناسب في الثمن و شحال فيها 70 غرام في كل ساشي يعني نستعملي وحده وتخلي الاخرين بلا ما يضيعوا. هذه لا موتزاريلا القهوه غادي شريت دائما كنشري فاينيا وكريموسو هذه المره خديت فاينيا ونجرب هذه دي كولومبيا ديال الاكسبريس. خديت هاد البان بيتا في العشاء كيجي زوين هكا كوم ساندويتش الكفته اللي بغيتي ديري فيه لا سالاد اللي بغيتي ديري فيه زوين العشاء هكذا نقضيو به. خديتو خديت لها هاد ديجيستيف غاتو وخدات هي اللي اختارتهم من راسها وهذا ماريا بتشوكو هادو في اللي لقيتهم كيبيعوا هاد التويشات عجبوني. انا كنستعمل لافوكا الصراحه بزاف دونك بعض المرات كنستعمل غير النص دونك النص الاخر نحافظ عليه في الطويصه. وخديت هذه ديال البصله فعلا البصله انا عندي ديال الثومه عندي ديال الثومه ها هي نوريها لكم هذه دائما ولكن البصله بعض المرات كنقطعها خصني نلويها في البلاستيك باش ما تطلقش الريحه في الثلاجه دونك هذه رائعه خبعها فيها. لقيت هاد لاليم ديال الرجلين لان الاخرى اللي عندي قدامت دونك نبدلو بها هذه. خديت لي لانجيت ديال ليدل عاده كيعجبوني اللي عندهم السداده هنا اللي عندهم ديك السداده هنا طرق طرق باش ما كيلبسوش لي لانجيت ولكن ما لقيتهمش لقيت غير هادو خديناهم. ولقيت هاد لي سيرفييت ديال الحمام زوين هاد اللون انا كنت بغيت واحد اللون اخر ولكن ما بقاش عفوا خديت هاد اللون معليش للحمام دونك هذا العبار ديال شتي انا مشيت على هاد اللون هذا على هاد اللون انا نقرب لكم هذا الزرق ما لقيتوش لقيتهم سلاو هو هذا دونك هذا 50 في 100 سنتيمتر العبار ديال الفوطه ديال الحمام. لي شوكولا ديالي هاد المره خديت هادو 70% كاكاو و بدون سكر ما كاينش سكر وخديت هذا حتى هو بدون سكر كيجيو فيه الحبيبات ديال اللوز وشوكولا فالور ديالي موس صافي. وخديت هاد الخبز لان البنيته ديالي دائما كندير لها لي ساندويتش في الصباح تتدي معها ساندويتش لان حتى كتجي في جوج عاد كتاكل في الدار دونك يا اما فاكهه عصير وساندويتش دائما في الصباح. خديت لها هذا هي اللي اختارته نورمالمون كتبغي الخبز بلا هاد الكورطيصه بلا هاد الجناب ولكن هذا كتكرا عجبها هاد الخبز ديال امابولا فيها الزريعه ديال امابولا ما عرفتش انت الزريعه الحبه السوداء ما عرفت سميتهم هادي ما عقلتش عليها دونك هذا لي ساندويتش وكنشري لها هاد الطمانيو عاوتاني حتى هذا كيعجبها لي ساندويتش الطمانيو ديال جوج عديدات ثلاثه خديتو. هذا الخبز ديال الشعير كيعجبني انا ديال ليدل كنشري هذا بعض المرات كان فاش كنتشهاه كناكلو وهذا انتيغرال دائما. خديت هاد لي شيبس هادو لايت وهادو اوندولادا هادي زوينه كيبغيوها هنا في الدار. وبطبيعه الحال اول حاجه كنديرها من بعد التقضيه هي التنظيم ديال كل حاجه جبناها كل حاجه كنديروها في بلاصتها البيض في بلاصتو لي صوص في بلاصتهم الخضر كنغسلوها اي حاجه كننظموها عاد يمكننا نبداو الوجبات ديالنا وتكون الكوزينه منظمه باش نخدمو على راحتنا وعلى خاطرنا. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. انا الخبز دائما كنعدلو في لي زيبلوك وكنديرو في الكونجيلاتور
نهار كنحتاجوه كنجبدوه كنديكونجليه في الميكرو اوند او لا في الفرن الا كان عندي شاعل، كيبقى طري وما كيبش وكيجي غزال في الماكله. هنا بطبيعة الحال الربيع اللي كان عندي في الثلاجة باش ما يضيعش خديته ودرته غادي نطحنو مع الثومة الزيت البلدية باش نستعملوه في استعمالات عديدة ديال الأكل، وكنلقاه واجد كنهز غير ضامة أولا جوج وكنديرها في الطبق اللي غادي نطيب. وكما العاده كنبدا الوجبات ديالي دائما بالشوربه، واحد الاسبوع كنديروها شوربه العدس، واحد الاسبوع شوربه ديال البلغور، صحيه ومتكامله هي الاولى كنبدا بها. دابا نشارك معكم الطبق ديال السمك اللي ندير في الفرن بالبطاطس، كيجي اكثر من رائع، لازم تجربوه، غزال 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 اللي عنده الدراري. هاد السمك هو سمك الميرلوسا، هما غير شرائح ما فيهاش كاع الشوك، لان البنيته ديالي ما كتبغيش الحوت، الا لقات فيه الشوك ما تاكلوش. اذا اللي عنده الدراري صغار من الاحسن يشري غير الشرائح، يا اما ديال الميرلوسا اولا الباكالاو اولا السلمون، كيجيو رائعين في الفرن اولا مشويين اولا. انا الصلصه ما كثرتش النطا، علاش؟ لان الطبق فيه البطاطس باش ما يجيناش واحد الطبق كثير فيه الكالوريات. طبق بطبيعة الحال ساهل ماهل، كنحضروه في ثواني و الى الفرن. دائما فاش كنكون كنصايب الماكله الاسبوع الكيكه ديال اتاي وكنستغل الفرصه ما حدي كنشرب اتاي، كندير فيها واحد العشبه اولا جوج، هادو انفوسيون كيداروا في واجدين كيداروا في اتاي اولا تشربيهم مع الماء سخون، صحيين هما، يعني ماشي 100% مفعول ديالهم ولكن كيساعدوا الجسم بزاف. الطبق الثاني هو الصدر ديال الدجاج مشرمل غير بالفلافل والبصلة، ساهل ماهل. انا دائما في الوجبات ديالي كنختار اطباق تكون سهله ما كتديش الوقت بزاف باش ما نجلسوش اليوم اللي غادي نخصوه باش نوجدوا الوجبات الاسبوع، ما نجلسوش نهار كامل وحنا في الكوزينه. خليو ليا في لي كومونتير شنو كيعجبكم تشوفوا اكثر في القناه، واش لي ميل بريب الوجبات ديال الاسبوع اولا التقضيه، نشارك معكم التقضيه اولا لي بلوغ اللي كتفضلوا تشوفوه، خليوها ليا في لي كومونتير باش ناخذوها بعين الاعتبار. ومن بعد درت سلطه الافوكا اللي كنبغيوها حنا في الدار بزاف كنستعملوها، مازال عندنا غالي لافوكا الصراحه، ولكن كما كتعرفوا لافوكا عنده الفوائد كثيره. نحاولوا دائما ندخلوا وجبات اللي تكون صحيه وتكون تنفعنا اكثر من اللي تضرنا، يعني نبعدوا على البطاطا، نبعدوا على لي بات، نبعدوا على الخبز، نحاولوا ندخلوا اكل يكون صحي ويكون مفيد لينا ولوليداتنا. Thank you.
هنا كما كتشوفوا صلصه الطوماطه ولات معتمده عندنا كل اسبوع. كان الطوماطيش كما قلت لكم كتكون دائما في الثلاجه، نحكو جوج ثلاثه نديروا لهم تويمه مليحه، كمون وندهنوا بها لي توست عوض الزبده اولا عوض المارغرين. نفضل انا هاد المطيشه بالزيت البلديه على المارغرين في الخبز، لا ليا ولا الوليد ديالي اولا البنيته ديالي. وهادو هما الوجبات اللي وجدنا لهذا الاسبوع، خفاف وظراف وصحيين. هنايا صدر الدجاج، هذا هو لو بلا الرئيسي ديال الميرلوسه والغامبا والبطاطا بالناطا والزبيده. هاد الاسبوع درنا صوبه ديال الخضر بالبولغور، هذه دائما الطوماكه كنحضرها كنديروها مع لي توست. الواكامولي، هذه الفلافل دائما كل اسبوع كنوجدها بالبصله والثومه والقزبر، الفلفله مشويه لا غير كنصوطيها من بعد باش كنحتاجوها. هادو دي سيغار اولا كنقولوا لهم حنايا بريمافيرا، معمرين بالطوفو ولي شامبينيون والفلافل، راه عندي في القناه. هادو وجدتهم البارح، اليوم غير سخناهم في الفران وصافي. الى هنا ياتي الفيديو الى نهايته، تهلاو ليا فراسكم والى اسبوع قادم ان شاء الله. مع السلامه.